بس بعد شو بقول اكثر عن البادل احسن ولا هنيه؟ كل زين، هذا حلو هذاك حلو. كل بس هاي صعبه، ممكن تشارك؟ نعم ليش لا؟ صعبه على الناس، مو على خالي سعيد. سعيد يعني هو روحه يشكل فريق وهو الداعم الاكبر لنا. العمر هالسنه زادت الصعوبه، صحيح ان قلت العوائق لكن زادت الصعوبه، وهذا اللي متعودين عليه كل سنه، والسنه الجايه بتكون اصعب واصعب. يعني كل سنه صعوبه اكثر 100%. انعكاس هاي الالعاب الحكوميه على الموظفين طويل العمر وعلى المشاركه كيف تراها سنه بعد سنه؟ مثل ما قلت قبل ان اهم شيء روح الفريق الواحد. نحن هدفنا من الالعاب هذه ان نكون روح الفريق، وانا دائما اؤمن بروح الفريق سواء كان في رياضه او في عملنا اليومي يعني في حكومه دبي. هالسنه شاركوا المدن طويل العمر واضافه جديده لهذه البطوله، كيف ترى هذه المشاركه؟ طبعا هذه خطوه جديده وبتتطور الى ان توصل للعالم. يعني الناس افتقدوا مشاركتك طويل العمر. والله ان شاء الله السنه الجايه، ان شاء الله السنه الجايه بكون موجود. فثري بيحافظ على النتيجه هالسنه؟ شيء طبيعي. شكرا. كل الجمهور اللي شارك طويل العمر وللابطال اللي يشاركون في المسابقه، انا اقول حق الابطال قدموا افضل ما عليكم، واقول حق الجمهور استمتعوا بالابطال. شو المتطلبات اللي تحتاجها مثل هالالعاب لتعديها الحواجز بحكم خبرتك طويل العمر؟ الركاده هي اهم عن الاستعجال في الشيء، وتحتاج تكتيك بعد. ما شاء الله كل سنه يتغير المكان طويل العمر، من اكسبو اليوم ينتقل الى حي دبي للتصميم، كيف ترى هذه النقله ايضا من ناحيه الالعاب يعني؟ طبعا نحن دائما نختار المكان الافضل في الوقت الافضل، سواء اذا كان في الشتاء اماكن عديده يعني عندنا، لكن ان كل سنه نغير المكان نحن. جميل، شكرا لك يا طويل العمر، شكرا على هاللقاء. شكرا إذن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم.